يا صباح الخير عن جديد، يا صباح النور لكل ستات البيوت النشيطات اللي فاقوا هلا واللي حيفوقوا بعد شوي. اليوم عملت لكم أكلة كتير طيبة كتير لذيذة لعشاء الباستا، يعني اليوم منقيت لكم أطيب نوعين باستا، يعني اليوم حأرضي الناس اللي بتحب الباستا الباردة مع الناس اللي بتحب الباستا الحمراء. حنبلش أول شيء بالباستا الحمراء، بس قبل لازم أعرفكم عن المقادير. هلأ أنا لديقت الوقت هون، أنا سلقت المعكرونة وصارت معي بهذا الشكل. هأحتاج لهي الباستا، عندي توم، بصل مهروس، عندي زبدة مع زيت، حأحتاج بهارات، ما بدي أكثر من فلفل وبابريكا، هون عندي ملح، هون عندي فليفلة ملونة ثلاث ألوان، أحمر وأخضر وأصفر. حأحتاج بندوراية هيك مقطعتها بهذا الشكل، هي كبيرة شوي بس معنى ما بيأثر. حأحتاج معلقتين دبس بندورة، وهون عندي حأحتاج أشقوان. هذا كل شيء حأحتاجه للبندورة الحمراء، كتير طيبة كتير لذيذة. هي من إلا نحنا معكرونة بالقصدير، يعني بتمنى من ستات البيوت يجربوها وادعوا لي عليها. هلأ هون إجينا على يعني القسم الأكبر اللي بيعشق الباستا الباردة، حعملكم إياها بطريقة سهلة لذيذة، يعني أي بنوتة صغيرة يعني ب14-15 فيها تعملها، لأنه أبداً ما بدها غاز ولا بالدفرن. هلأ أهم شيء نحن هلأ أنا وياكم رح نسلق المعكرونة. بصراحة اليوم أنا حابة أخلط نوعين من المعكرونة، يعني تعطي شكل كتير حلو. هون أحتاج مقدارين أطباد مايونيز مع جبنة كريمي، أي نوع بتحبي. بدنا نخففه بشوية حليب. هلأ أنا بضل أضيف الحليب شوي شوي وبعدين بنشوف قديش هنحتاج. طبعاً هاي اختيارية، أنت شو بتحبي تضيفي بقلبها ضيفي. هون عندي زيتون مقطع، اليوم حضيف درة، وممكن كمان تحطي بقلبها شوية فليفلة. هلأ أنا وياكم رح نبلش بالبندورة بالمعكرونة الحليب. للمعكرونة الحمراء تطلع كثير طيبة، تبعي نفس هاي الطريقة وادعي لي. هلا هون حنضيف عندي توم مهروس مع البصل المهروس المقطع، هنقيم ونحرك. حنحركهم لحتى يذوبوا معي شوي. أنا دائما بحب بلا ما بقول لستات البيوت، نحن احيانا انا مثلا بستعجل شوي بتقلايه البصل او الثوم، انتم على اقل من مهلكم، كل ما اعطيتوا هيك الاكله وقت كل ما طلعت هيك اطيب والذ، يعني هذا نحن اللي بنقول له النفس. هلا انا هون تقريبا غلت عندي المي، حنسلق المعكرونه مشان اذا رجعتوا لعندي بعد شوي يكون عندي المعكرونه للمعكرونه البارده جاهزه. هلا انا هون بس قبل اول شيء هون حضيف انا شويه زيت نباتي. حنضيف شوية ملح. هلأ بالنسبة للمعكرونة، طبعاً أنا ستات البيوت اللي بتابعوني من قبل عرفوا، بس يمكن اليوم في ستات البيوت أول مرة بتابعوني. المعكرونة دائماً حاولي وقت بدك تغسليها ما دغري تحطيها بالمصفاية، برديها بقلب الطنجرة، يعني خليكي عم تكبي عليها مي لحتى تبرد، بس تحسيها سقعت ساعتها بتقلبيها بالمصفاية، لأنه إذا قلبتيهم بالمصفاية دغري من الطنجرة السخنة على المصفاية ممكن تلزق وينتزع شكلها. هلا حقيمة ونضيفها. طبعا هاي حتاخذ معنا شي 8 دقائق. بس هاي المعكرونة بدي اياها استوى كامل، يعني انا لما في معكرونة بدي اطبخها معلش تاخذ 8 دقائق ما تكون مستوية، يعني شبه مستوية ما عندي مشكلة. بس انا لما بدي اعمل معكرونة باردة لا بتمنى تكون مستوية تمام، لانه اكيد بدي احط لها الصوص ودغري نبلش فيها اكل، اذا كانت ما كثير مستوية ممكن تضايق البطن. هلا هون بلشت عندي تتقلى البصل وال مثل ما شايفين مع الزبدة، طبعا فيك تحطي سمنة ما عندي أي مشكلة. هلا حنضيف أنا وياكم الفليفلة الملونة، شايفين هون عندي حمرة وصفرة وخضرة، طبعا ما عندك الملونة ما مشكلة، بس يعني يفضل تحطي خضرة لأنه دائما مو دائما بتتأمن معانا الفليفلة الملونة. وحنحرك، لازم نحاول بها تشتغل لأنه هداك نايف. هلأ هيك أحسن. هلأ بيبلش بقى بيحمى هون عندي. هلأ أنا هون مثل ما شايفين عندي بندورة مقطعتها بهذا الشكل. هلأ أنا مثل ما قلت لكم أنتوا استنوا شوي على التقلاية، أنا مضطرة حط بس هاستنى ثانية.
هسه بين ما ياخذوا تشويحه معي بهذا الشكل. هلا حقيم وضيف البندورة عندي. هلا صفي عندي بس هون حضيف معلقتين دبس البندورة. هلا طبعا إذا أنا عندي البندورة ما كثير غامقة، هلا هي نوعيتها غامقة، في بتجي بندورة شقرة، حاولي شوية تكثريها لأنه هي بندورة بدي يعني أنا بدي إياها تاخذ لون، يعني حتى أنا هلا إذا حسيت كمان لونها ما زيادة ممكن كمان أرجع أضيف دبس بندورة. هلا هيك تقريبا صارت عندي جاهزة، هنضيف هلا عندي شوية من البابريكا مع شوية من الملح، وهون عندي شوية فلفل أسود، وعندي مكعب مرق الدجاج، وهيك صار عندي أطيب صوص للباستا الحمراء. يعني بتمنى من ستات البيوت يتبعوا هاي الطريقة. أنا بصراحة ما صفي غير أنا أستنى شوية عليها مثل ما أنتم شايفين، هضف لها شوية مي نتفة هيك وخليه لحتى يتعقد عندي الصوص، وبترجعوا لعندي بعد شوي يا مشلين ويا ورد لورجيكم كيف نطبق الباستا الحمراء والبيضة. تمام، أنا من أنصار الحمراء. أي خلص الطنجر. أنت شو؟ أنا عاملة رجيم. أنت عاملة رجيم؟ صدقتك صدقتك. مخبرهم للمشاهدين شو عم تعملي بالفواصل؟ لا مو بالفواصل. عم تذوق كل شيء. لك طول بالك اليوم قالت لي من الصبح أنا عاملة رجيم خلص. الصبح عم تذوق المعكرونة. شو بك؟ أي رجيم؟ قلت لها قال هي معنا شيء. المعكرونة معنا. شو إذا استوت أو لا يعني. في كوتشات رياضة عم يتابعونا ها من داخل سوريا وخارج سوريا. ديري بالك. تغذية ويعني ما حلو. شكرا يا سيف. شكرا. يعطيك ألف عافية. يا صباح الخير عن جديد، يا صباح الخير بالذات لستات البيوت اللي مو كتير نشيطات وفاقوا هلا قبل شوي. ستات البيوت اللي كانوا نشيطين عرفوا انا شو عملت، اليوم رح اعمل لكم نوعين من الباستا، يعني حارضي النوع اللي بيحب الباستا الحمراء او الباستا البارده. هلا اول شيء بالباستا البارده بصراحه نحن ما عملنا شيء بس سلقنا المعكرونه، حرجع اعد لكم شو عملنا بالباستا الحمراء. هلا هي ممكن تعمليها بالقصدير مثل ما انا بدي ساويها، وممكن لا تضل هيك مثل ما هي، المهم الصوص اتبعي هي الطريقه ورح تاكلي طعمه كثير طيبه. هون شو حطيت؟ حطيت زيت مع زبده خلطتهم سوا، حطيت ملح، حطيت قليت ثوم وبصل، حطيت فليفله ملونه، فيكي فليفله خضراء بتكفي بس انا عندي هون موجوده، حطيت فوق منهم تقريبا بندوره قشرتها وقطعتها كثير ناعم ضفتها. الله، هلا انا بصراحه من يعني من الناس اللي بحب الصوص شوي يكون زياده، انت بتحبي تكون
وهيك صارت عندي الباستا الاولى جاهزه لانك تفوت على الفرن رح خليها على جنب انا بحطها لحالي بالفرن ما بتاخذ اكثر معي من 10 دقائق صراحه لانه هي اوريدي مستويه هلا انا وياكم رح نحتاج هاي الزبديه الشفافه اللي حتشوفوا من خلالها كل المكونات هلا هون انا عندي ما رح اضيف صراحه كل المعكرونه لحتى نعمل الصوص حنضيف هون عندي معكرونه خليني ما اضيفهم كلهم مثل ما قلت لكم دائما نحن ما فينا نحسب حساب الصوص قديش رح يطلع حنضيف هدول حنضيف شوي من الدرف يا حذركم ليش تركت شوي انا عشان زين لكم فيهم على الوش يعني ما موفرون ها هلا هيك حنضيف شوي زيتون صراحه هلا اضفت عليها الفليفله الخضراء هيك صارت عندي جاهزه هلا انا وياكم رح نساوي الصوص هلا فيكم تعملوه بايدكم بس على الخلاط بيطلع هيك قوامه ألذ صراحه هلا هذا الصوص انا اللي اخترعته وجربته كثير طيب وكثير لذيذ معلو بالعاده لا ماشي الحال هلا هون في عندي كوب مايونيز تقريبا وهون عندي جبنه كريميه اي نوع طب اذا ما عندك كمان ممكن مثلثات اي نوع انت بتحبي تحطي تضيفيه بهذا الشكل لانه المايونيز لحاله بيعطي دسامه هلا هي بصراحه كلها دسمه حضيف مثل ما قلت لكم هلا انا هون عندي كاسة حليب كامله هلا انا ما رح اضيف كاسه كامله رح احط نتوفه او نصها لشوف صار عندي القوام اللي انا بدي اياه اوكي ما صار عندي بنرجع بنضيف هلا حنقيم ونحط على الخلاط ونشغل يعني منظر جدا رائع حنقيم ونحرك طبعا بنشوف اذا ناقصنا باستا بنضيف حسيناها تمام خلص ما ضل عندي غير انا ارجع لعندكم بعد شوي يا مشلين ويا ورد مشان ورجيكم الشكل النهائي للباستا التنتين المانو من انصار طلع هالمنظر شوف شوف لا والله شوف انا ما قلت مالي من انصار انا قلت افضل الحمراء على البارده البيضاء دائما يعني هي اكثر باستا مطلوبه بالمطاعم طيب لا تقلي لي حطيتي لها توم لا ما فيها توم هاي ايه اوكي في ناس بيحطوا لها توم ما بعرف ليش لا لا ما لا طب يعني ما بدها توم اوكي هي شغل العرب هي عندنا هيك بالحاله بتزيد اضافات بحطوا بقى نعناع وممكن يحطوا لك كاري على فكره ايه ايه وممكن يحطوا لك قرفه وممكن يعني كل مره انا بتفاجئ بستات حطينا لها هيك لا هي ما بتزيد لا عم تمزح يلا حنشوف كيف الطريقه بالتقديم باخر الحلقه شكرا يا شيخ يا اهلا يعطيك العافيه يا اهلا يا صباح الخير عن جديد وهيك صار عندي شكل الباستا التنتين الباردة والحمرة جاهزين هون عندي حبيت زينكم اياهم بهذا الشكل لدقت الوقتهم بس حطيت درب زيتون وهون ممكن نضيف عليها شوي من الفليفلة الخضراء وهيك صار هذا الصحن عندي جاهز ممكن نضيف عليه شوي من الأوريغانو هلا هون هي هي صينية الباستا الحمراء اللي بالسلوفان صارت عندي جاهزة بهذا الشكل ما بدها ولا اي اضافات ممكن كمان نضيف عليها شوي من الفلفل الخضراء بهذا الشكل
ورشه اوريجانو، وان شاء الله الف صحه وهنا، وبشوفكم بكره على اكله كمان كثير. خلص الصينيه لورد وجات لي وافقت وبقوه. وهي اخت اللازانيا يعني بدها شويه جبنه، صارت لازانيا كمان. حطت جبنه على وشها شقوان صح؟ يعني خالصه خالصه. ليك شلون ورد؟ يا سلام هيك. يا سلام يا شيخ.